السلام عليكم، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا قلت اخرج النهارده اصور كده في الهواء الطلق، بما ان النهارده الجو مش برد قوي يعني، ففرصه بقى ايه، قلنا نشم شويه هواء بارد وفي نفس الوقت ايه نعمل حاجه يعني ايه بره كده في الهواء الطلق، ناس تتفرج برده على الدنيا معانا يعني. النهارده هتكلم معاكم في موضوع شويه، انا في كومنت عجبني وفعلا هي حاجه حقيقه، هتلاقي معظم الناس هنا في كندا بيشتكوا من حته مفيش وقت، مفيش وقت، مفيش وقت، كل ما اتكلم حد لك والله ما في وقت، والله ما ملاحقين. طب يا عم ازاي يا عم، انت عندكم البلد فاضيه وهاديه والحياه بامبي يعني وبتشتغل 8 ساعات في اليوم، والكلام ده فعلا حقيقي مش هقول لكم، بس انا هو فعلا بجد والله العظيم بجد، هنا الناس اللي عايشه في كندا او اللي هم حصل سافروا واشتغلوا بره هيعرف ان مفيش وقت، سواء في كندا او في غيرها، يعني في كندا او في الخليج او في اوروبا او في امريكا، كل ده هيجمع على ان هو ما عندوش وقت. طب ليه؟ تعالى بقى معايا وانا اقول لكم بالظبط ليه، لان قعدت افكر في الموضوع واحلل فيه واشوف ايه الاسباب، لان انا فعلا ما عنديش وقت، انا واحد من الناس ما عنديش وقت وعايز اعرف ليه، انا هتجنن. فهقول لكم انا الاسباب ايه، انا قعدت احلل ووصلت للنتائج المذهله الفظيعه. بس زي ما اتفقنا بقى ايه، يا ريت الناس تدعمنا كده، اشترك القناه، سبسكرايب في زر احمر كده اهون، دوس عليه دوسه واحده بس فقط، دوسه واحده فقط، انت كده اشتركت في القناه، هيظهر لك جنبها جرس، دوس على الجرس ده ضغطه واحده فقط، انت كده فعلت زر التنبيهات لما بنزل فيديو، دعن 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 محمد نزل فيديو، راح اتفرج وتبقى اول واحد بقى يتفرج وتسيب كومنت كده وبتاع، لان طبعا ده غير شيء بيسعدني، لكن دايما الكومنتس تيجي في الاول بيبقى الواحد يعني ايه، يعني يكفي انها تفرحني. فنبدا في الموضوع بتاعنا يا جدعان، ليه مفيش وقت؟ انا قعدت احلل في الموضوع دوت، لقيت ان في اربع اسباب رئيسيين. انا هبدا بالاهم فالاقل اهميه، انا هعكس الموضوع. اول حاجه ان انت لما بتيجي كندا، سواء اذا كنت انت متزوج وعندك اولاد او فرضاني، في البدايه ما بيبقاش عندك وقت لانك بتشتغل شغلانتين. معظم الناس اللي بيجوا في الاول بيشتغلوا بمرتبات ضعيفه شويه، يعني بيبقى شغال شغلانه كده مرتبه ضعيف، فبيضطر عشان يقدر يحافظ على رتم الحياه والمصاريف واللازم منه، وخصوصا اللازم منه ده، بيضطر يشتغل شغلانتين. فطبعا خلاص انت اشتغلت شغلانه بارت تايم مثلا 4 ساعات في اليوم، وشغلانه فول تايم 8 ساعات في اليوم، خلاص كده اليوم راح 12 ساعه شغل، وبينهم ساعه مواصلات ادي 11 ساعه، وساعه رايح وساعه جاي ادي 13 ساعه، ولو في بريك غير مدفوع الاجر في النص مثلا نص ساعه ولا بتاع ادي 13 ساعه ونص، هتنام لك 8 ساعه، خلاص اليوم كده راح بح، هتعمل ايه تاني؟ خلاص. الويك اند بقى يا معلم، لو انت عندك اجازات بيبقى في يوم بتخصصه للاعمال المنزليه، تكنس وتغسل وتطبخ وتمسح وما الى ذلك، وفي يوم تاني بتروح تجيب حاجة البيت، تشتري بقى الخضار والفاكهة واللحمة، ولو انت عندك عربية تشوف صيانتها، لو انت عندك عيال صغيرة تفسحهم، ف مفيش وقت. فده السبب الأولاني، إن أنا معظم الناس ما بيكتفيش بشغلانة واحدة، بيشتغل شغلانتين. طيب إيه السبب التاني بقى؟ السبب التاني ده هو الكور أو الظبطة بتاعت الموضوع. لما أنا كنت في مصر، أنا وزوجتي كنا بنشتغل إحنا الاتنين، ومع ذلك كان عندنا وقت نعمل كل حاجة. ليه بقى؟ هقول لك أنا ليه. وانت في بلدك، سواء اذا كنت مصر او من السعوديه او من المغرب او من اي دوله عربيه، احنا عندنا ثقافه في بلادنا العربيه، ثقافه جميله جدا، ثقافه في منتهى الروعه، وهي ثقافه شرقيه عموما، مش حتى انا حاسس كده في الصين والهند برضو، ان الاجداد يعني انا مثلا عندي ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، ابويا وامي، زوجتي ابوها وامها، بيساعدوا معاك، يعني انت مثلا عندك مشوار بتروح تسيب لهم العيال وتقضي مصلحتك، او ممكن تسيب لهم العيال مثلا يوم كله او يومين كله، برضو حواليك غير باباك ومامتك في اخوك اختك قرايبك، دايما في حد بيساعد معاك، اللي هو لو انت عايز تقضي مصلحه وما عندكش وقت هو هيساعدك، يا اما هيقضيها لك هو بنيابه عنك، يا اما يعني في حد هيساعدك في الموضوع، فانت ما بتعملش حاجتك 100% او مش 100% انت معتمد على نفسك وبس، لا، في حواليك ناس كتير بتدعمك وبتساعدك وبتقضي معاك مصالحك، فده بيوفر لك انت وقت من غير ما تحس. ده لما بتسافر بره يا معلم، او الناس لما بتسافر بره بتفقد النقطه دي، بيبقى هو وبس، فانت ما عندكش حد يساعد، لا اب ولا ام ولا اخت ولا اخ، ودي نقطه مهمه جدا. عشان كده مفيش وقت. طيب ايه تاني؟ طبيعه الحياه في الدول الغربيه، الناس ستريسد شويه، مضغوطه شويه، مضغوطه يعني ايه؟ يعني بيبقى تنشن، فده بيولد جواك احساس ان انت مضغوط، فالضغطه دي بتخليك حتى وانت عندك وقت بتبقى قاعد عامل كده، مش عارف تعمل ايه، او انت عندك وقت بتحصل لي احيانا يبقى عندي ساعه فاضيها واقعد من غير ما اعمل اي حاجه، ليه؟ لان انا اوريدي دماغي مضغوطه، فالساعه اللي بفضاها بحس ان انا عايز افك الضغط. مش عايز اعمل حاجه ابدا، ممكن اقعد بس كده اتنح كده ابص على السقف كده، مع اني عارف السقف عندنا شكله ايه وحافظه صم، بس اهو هو كده.
الحاجة احنا كنا ايه قلنا، الحاجة التالتة ولا الحاجة الرابعة؟ ما علينا، الحاجة اللي بعد كده بقى عشان نسيت. هنا القوانين صارمة. بمعنى ايه؟ بمعنى انا مثلا ولادي هيروحوا المدرسة، لا في تايمينج، يعني مفيش حاجة اسمها ايه اوديهم بدري شوية، اروح اجيبهم متأخر شوية، اروح اقضي مصلحة وارجع، مفيش الكلام ده. هنا بالدقيقة وبالثانية، ولو حصل اي خلل في المواعيد بتتعاقب على الحاجات دي، خصوصا حاجات علاقة بالاطفال. فالقوانين الصارمة قوي دي، يعني انت مثلا لازم تجدد رخصة في ميعاد، لازم تعمل كل حاجة في ميعاد، فده بيخليك يعني الوقت بتاعك بيتضغط اكتر واكتر. يعني اخر حاجة بقى، الوقت مفيهوش بركة، او انا معرفش، ده رأيي الشخصي، بحس هنا بجد فعلا مفيش بركة. الواحد يصحى الصبح، يعني انا بصحى الصبح الساعة 6 الصبح، تمام، معرفش على ما اخرج، لا انا بصحى، سوري، بصحى 5 الفجر، على ما اظبط حاجتي واخد شنطتي وانزل اروح شغلي بقت 6، قضيت ساعة في ايه؟ معرفش. بخرج 6 بوصل الشغل 7، ليه؟ معرفش. ابدا 7، 8 ساعات شغل، نص ساعة بريك غير مدفوعة الاجر، فالمفروض ما اخلص كام؟ 3 و 3 ونص مثلا. برجع البيت، ما برجعش البيت، لازم اعدي الاول الف لفه كده، اجيب من المدرسه ومن الحضانه وكله بمواعيد، ما ينفعش اتاخر عليهم. فبتلاقي نفسك على ما تيجي من الشغل وتلف اللفه دي، تجيب ده من حضانه وده من مدرسه، و و و هوب الساعه بقت كام؟ رجعت البيت 6:30. ليه؟ ما اعرفش. 6:30 طبعا بتبقى عايز تاكل لقمه، جعان بقى، ميت من الجوع، عمال تجري طول النهار في الشوارع. فالمهم يعني بقى 7:30، 7:30 دي اللي عاوز يخش ينام بقى، واللي عاوز يعمل كده يتنح زي ما قلت لكم والحاجات دي. فهوب اليوم ايه؟ راح. اعتقد ده تحليلي المتواضع لموضوع ليه الناس بتشتكي من قلة الوقت. ويبقى العامل الاهم من ضمن الحاجات اللي انا قلتها دي كلها، ان انت عايش لوحدك، مفيش حد بيساعدك، اعتمادك كله على نفسك. كان الاول انت ايه يعني، في اب، في ام، في اخ، في اخت بيساعد معاك، وموضوع الله بيوفر جامد جدا. يعني انا بصراحة اتذكر لما كنت في مصر كان في حاجات كتير جدا اهلي بيساعدوني فيها، ده كان بيوفر وقت كتير جدا. طبعا هنا مفيش حد، خلاص انت كده اي شغلانه لازم انت تتابعها وتعملها بنفسك. فده اعتقد ده السبب الاهم ليه الناس في الغربه بتحس ان ما عندهاش وقت، وده فعلا حاجه بيبقى حاجه تجننك، يقول لك طب ما انا بشتغل 8 ساعات، هم نفس 8 ساعات. ف اي دونت نو. ارجو يكون الفيديو عجبكم يا رب كده، وان شاء الله الناس تشترك في القناه، ولايك لايك وسبسكرايب لو ما كنتش لسه مشترك معانا، وفي لينك القناه تحت، لينك القناة تحت، والله لينك القناة تحت، انزل لف لفة كده هتلاقي حاجات كويسة. يعني انزلوا كده يا جماعة، لفوا لفة كده هتلاقوا حاجات محترمة قوي، يعني بوعدكم سوف تجدوا كل ما يسركم. متشكر جدا على مشاهدة الفيديو، ومتشكر جدا للمتابعين اللي بيسيبوا لي كومنتس او تعليقات، انا بحس ان هي فعلا مبهجة، وكمان بتديني مواضيع اتكلم فيها. انا والله بجد يعني بدأت احس ان انا مرتبط بالناس، يعني بدأت احس رغم ان انا معظم الناس انا ما اتقابلتش معاهم شخصيا، حتى ما اعرفش ممكن اساميهم ايه، بس بقى في ارتباط كده، نوع من الارتباط مع الناس يعني. ودي حاجة بصراحة بالنسبة لواحد زي كده عايش في الغربة حاجة مبهجة جدا. ربنا يكرمكم، أنا متشكر جدا. السلام عليكم.